بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 66. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المناسك: باب المواقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب المواقيت، يعني مواقيت الحج. والمواقيت جمع ميقات، والميقات هو الحد الذي حدده الله ورسوله للعبادة. هذا هو ميقات العبادة، هو الحد الذي حدده الله ورسوله للعبادة من زمان أو مكان. فمواقيت الحج تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية لا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، وهي أشهر الحج التي قال الله جل وعلا فيها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر المعلومات هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. ففي أي وقت أحرم من هذه الأيام انعقد إحرامه بالحج، هذا في الحج خاصة. أما العمرة فليس لها وقت محدد، فيحرم بها متى شاء من السنة. هذه المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فهي التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام والمغرب الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل نجد قرن هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة، ولأهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت وهي الأمكنة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرام للحج والعمرة ممن مر بها، فلا يجوز له تجاوزها وهو يريد الحج أو العمرة إلا وهو محرم، سواء مر بها مباشرة أو حاذاها من البر أو حاذاها من الجو، فإنه يحرم من محاذاتها ولا يتجاوزها بدون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة. وتوقيت هذه المواقيت من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه حين حددها لم تكن هذه الآفاق التي حددها لها دخلت في الإسلام، فأهل الشام وأهل مصر وأهل الآفاق لم يكونوا دخلوا في الإسلام في وقت التحديد، فدل هذا على أنهم سيسلمون وأنهم سيحجون ويعتمرون، فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، وفي ضمنه الإخبار عن إسلام
هذه الجهات وهذه الآفاق، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. هذه هي مواقيت الإحرام للحج أو العمرة. نعم. قال رحمه الله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. هذه المواقيت الخمسة لأهل المدينة ومن جاء عن طريق المدينة ذو الحليفة، وهو الوادي المعروف بوادي العقيق قريب من المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة، وسمي ذا الحليفة تصغير حلفة، وهي شجرة الحلفة. وهذا المكان هو الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع، ووقته للناس لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قرية صغيرة على طريق القادم إلى مكة من الشام أو من مصر أو من المغرب، فيحرمون من الجحفة سواء مروها برا أو بحرا، الذين يأتون عن طريق البحر يحرمون من محاذاتها، كذلك الذين يأتون عن طريق الجو يحرمون من محاذات الجحفة إذا كانوا جاءوا من الشام أو من مصر أو من المغرب، أو جاء أحد عن طريقهم ولو لم يكن من تلك البلاد. ولأهل اليمن يلملم، ويلملم اسم جبل أو اسم وادي عند الجبل، يحرم منه أهل اليمن على طريق أهل اليمن يحرمون منه، يقال يلملم ويقال ألملم. نعم. ويسمى عند الناس الآن بالسعدية. نعم. وأهل نجد قرن، أهل نجد قرن المنازل، وهو السيل الكبير، السيل الكبير، هذا ميقات أهل نجد من جهة المشرق. نعم. وأهل المشرق ذات عرق، المراد بهم أهل العراق، ومن جاء عن طريقهم يحرمون من ذات عرق، وهي تقع شمالي قرن المنازل قريبة منه على طريق الحاج العراقي، ومن جاء عن طريق أهل العراق. نعم. قال: ومن حج من أهل مكة فمنها. أما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج من مكة ويخرجون إلى منى وإلى عرفة، وأما العمرة فيحرمون بها من الحل ولا يحرمون بها من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة أن تعتمر وهو في مكة، يعني هم في مكة، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، فأحرمت منه، فدل على أن العمرة لا يحرم بها من مكة، وإنما يحرم بها من الحل، إما من تنعيم أو من الجعرانة التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة عام حنين، أو من عرفة، أو من أي جهة خارج أميال الحرم، يحرم بالعمرة ثم يدخل إلى الحرم. والحكمة والله أعلم في كونه يحرم بالحج من مكة وبالعمرة من الحل أنه لا بد في النسك من جمع بين الحل والحرم، بين الحل والحرم في أداء النسك، فالمحرم بالحج سيخرج إلى الحل لأداء المناسك في عرفة، وفي نعم سيخرج إلى الحل للوقوف بعرفة، فجمع بين الحل والحرم. والمعتمر
أعمال العمرة كلها في مكة، ليس منها شيء خارج الحرم. خارج الحرم، فلذلك أمر بأن يحرم من الحل حتى يجمع بين حل وحرم. نعم. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم، هذا الذي ذكرنا في مطلع الحلقة، أن مواقيت الحج الزمانية هي التي قال الله جل وعلا فيها الحج أشهر معلومات، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. فإذا أحرم في بعد إذا أحرم يوم العيد مثلا، عيد الفطر واحد شوال، في واحد شوال بالحج انعقد إحرامه، ويبقى على إحرامه لأن يؤدي الحج. ولو أحرم قبل طلوع الفجر من ليلة النحر صح إحرامه، لأنه أحرم في أشهر الحج. لو أحرم قبل طلوع الفجر ليلة النحر وذهب إلى عرفة، ذهب إلى أحرم بعرفة أو في غيرها ثم ذهب إليها قبل الفجر حصل له الوقوف وصح إحرامه، لأنه أحرم في أشهر الحج. أما لو أحرم بالحج في آخر رمضان مثلا، أو أحرم بالحج في يوم النحر، ما صح إحرامه بالحج، وإنما يكون عمرة فقط. نعم. أحسن الله إليكم. هناك كثير من حجاج الخارج يتخطون المواقيت ويحرمون من جدة، فهل من كلمان مثل هؤلاء؟ هذا غلط. جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، لأهل جدة أو لمن نوى الحج أو العمرة منها، فيحرم من حيث نوى. قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: ومن كان دون ذلك، يعني دون هذه المواقيت مما يلي مكة، فمهله من أهله أو من حيث أنشأ، يعني من حيث نوى. نعم. أحسن الله إليكم. باب الإحرام نية النسك. لما ذكر المواضع التي يجب الإحرام منها للحج والعمرة لمن أتى عليها وهي المواقيت الخمسة، ناسب أن يذكر معنى الإحرام ويذكر أحكامه ومحظوراته، لأن المحرم إذا دخل في الإحرام حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، تسمى بمحظورات الإحرام، نسبت إليه لأنها تحرم بسببه، تحرم بسببه. الإحرام هو نية النسك، نية الدخول في النسك، فإذا نوى بقلبه الدخول في النسك والشروع في النسك فقد أحرم. مثل المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة، ولذلك سميت تكبيرة الإحرام. فكذلك إذا نوى النسك، إذا نوى النسك في أشهر الحج، إذا كان يريد الحج فقد صار محرما بالنية، نية الشروع. أما ما يسبق النية من تأهب، من اغتسال وأخذ للشعور التي يشرع أخذها والأظفار والطيب، فهذه كلها تهيئات، وكذلك لبس ملابس الإحرام، كل هذه تهيئات وليست إحراما، وإنما هي تهيئات للإحرام ومقدمات للإحرام، لا يصير بها الإنسان محرما لأنه لم ينوي، فلا يصير محرما إلا إذا نوى الدخول في النسك، نواه بقلبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب. يسن لمريد الإحرام قبل الإحرام أن يغتسل لأجل أن يزيل ما
عليه من الروائح والغبار السفر، ولأن الإحرام عبادة فيشرع الاغتسال لها ليكون على أحسن حال. هذا مستحب وليس بواجب، وهذا لواجد الماء. أما عادم الماء قال هنا يتيمم، لأن الماء لأن التيمم يقوم مقام الغسل والوضوء، قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا في الصلاة، فيتيمم قياسا على الصلاة، فيقوم التيمم مقام الاغتسال ليكون على طهارة. المقصود ليكون على طهارة بالتيمم، يدخل النسك وهو على طهارة. وبعض العلماء يرى أنه لا يشرع التيمم لأنه لا يحصل به الغرض المقصود من النظافة وزوال العرق وغير ذلك، ولكن الظاهر والله أعلم أنه يشرع لأنه المراد منه أن يحرم وهو على طهارة، والطهارة تحصل بالتيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. نعم. أحسن الله عليكم. قال وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط. كذلك تنظف بإزالة ما يستحب إزالته من حف شاربه وقص أظفاره وحلق عانته وإزالة شعر أبطيه، لأن هذه الأشياء مشوهة وأخذها من خصال الفطرة، ولئلا يحتاج إلى أخذ شيء منها أو يتأذى به وهو محرم، وحينئذ لا يتمكن من إزالتها، فكونه يأخذها ويتهيأ قبل الإحرام يكون هذا أحسن. هذا التنظف. والتطيب لأن يتطيب الرجل بأحسن ما يجد من الأطياب في جسمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب بالمسك قبل الإحرام وبعد التحلل. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل على أن التطيب مطلوب قبل الإحرام وبعد التحلل من الإحرام. نعم. قال وتجرد من مخيط. نعم، ويتجرد الذكر من المخيط، وهو ما خيط من الثياب وغيرها على كل الجسم أو على بعض الجسم، وكذلك ما نسج، ما نسج من الثياب على قدر العضو أو على قدر الجسم، كالفنيلة والشراب على الرجلين والقفاز على اليدين، فكل ما نسج للجسم أو للعضو أو خيط للجسم أو للعضو فإنه يتجرد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه. ويلبس بدلا من المخيطات يلبس وما في حكمها، يلبس الإزار على أسفل جسمه ويضبطه على من سرته إلى أسفل جسمه فوق الكعبين، ويضع الرداء على أعلى جسمه على الكتفين حتى يكون مستورا جسمه بالإزار والرداء، من ولا يكون ولا يستعمل المخيطات لللباس في أثناء إحرامه. وفي هذا تذكير بالموت والكفن، وأن الإنسان لأن الإنسان يجرد من ثيابه إذا مات ويكفن، فكذلك المحرم يتذكر في هذا اللباس ملابس الكفن. وكذلك في هذا السر عظيم وعجيب، وهو تساوي الناس أمام الله سبحانه وتعالى، فالملك والصعلوك والغني والفقير والحر والعبد والعربي والعجمي كلهم بزي واحد، لا يتميز بعضهم عن بعض. نعم. قال ويحرم في إزار ورداء أبيضين. استحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين، لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، فيستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين.
فإن كان غير أبيضين جاز ذلك، أن يكون من أن يكون أسود أو أخضر يجوز هذا، أما الأحمر الخالص فإنه لا يجوز، أنه منهي الرجل على اللبس الأحمر الخالص، لا يكون أحمر خالص. نعم. قال: وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط. استحب أن يحرم بعد صلاة إن كان وقت الفريضة، فيستحب أن يجعل الإحرام بعد الفريضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى صلاة الظهر ولبى بالإحرام بعد الفريضة. هذا إذا وافق وقت فريضة فإن الأفضل أن يؤخر الإحرام ويكون بعد الفريضة، أما إذا كان غير وقت فريضة فإن كان وقت نهي مثل بعد العصر أو بعد الفجر فإنه لا يصلي، لأنه منهي عن الصلاة في هذه الأوقات، يحرم بدون صلاة. أما إن كان غير وقت نهي فبعض العلماء يرى أنه يستحب له أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، وبعضهم يرى أنه لا يشرع للإحرام صلاة خاصة، لكن إن وافق وقت فريضة فهو أحسن ويحرم بعد الفريضة، أما إذا لم يصادف وقت فريضة فلم يثبت دليل على أن الإحرام له صلاة تخصه. حيث يوجد الآن في بعض المواقيت فضيلة الشيخ مساجد، بعض المحرمين إذا تهيأ الإحرام ذهب إلى المسجد وصلى ركعتين حتى لو كان في وقت نهي، يقول أنا تحية المسجد، هذا مقصد صحيح؟ ما هو هذا تحية مسجد، لأنه ما هو بجالس في المسجد. نعم، سيخرج من حال ما يسلم. أي نعم، ما هو بجالس في تحية المسجد لمن يريد الجلوس في المسجد، وهذا ما هو بجالس في المسجد ولا يصير تحية مسجد. لكن على كل حال إذا صلى ركعتين في غير وقت النهي فالأمر واسع في هذا والحمد لله. فإن كان وقت نهي؟ فإن كان وقت نهي لا، ما يصلي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. استحب أن يتلفظ بما نوى بالنسك الذي ينويه من تمتع أو قران أو إفراد أو عمرة إذا كان يريد العمرة، تلفظ بالنسك ولا يتلفظ بالنية، فلا يقول اللهم إني نويت الحج أو نويت التمتع أو نويت القران أو نويت الإفراد أو نويت العمرة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية، وإنما يتلفظ بما نوى وهو النسك، فيقول أريد التمتع اللهم إني أريد التمتع، أو أريد القران، أو أريد الإفراد، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، فيتلفظ بما نوى، هذا هو الذي ورد به الدليل. وأما الاشتراط وهو قوله فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فهذا إنما ورد في أصحاب الأعذار الذين يخافون أن لا يتمكنوا من أداء النسك للمرض، وأصل الحكم أن عاتكة بنت الزبير بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، بنت الزبير بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، قال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، قولي فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. فأصل الحديث جاء في صاحبة عذر، فمن كان مثلها مريضا أو يخاف من صد العدو أو من عائق قائم يحول بينه وبين إكمال النسك فإنه يشترط، وأما السليم المعافى الآمن فليس هناك دليل على أنه يشترط، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون ولم يذكر عنهم أنهم يشترطون غير هذه المرأة التي كانت مريضة. نعم. كثير من الحجاج يدخل في هذا احتياطا، يخاف من ظروف الطريق. المهم معرفة المشروعية، أما أفعال الناس
هذه لا حد لها، لكن المهم معرفة المشروعية وأصل الحكم. نعم. هل من ترك الاشتراط أفضل من ما يشترطها في غير حاجة؟ لا، اللي عنده عذر كونه يشترط أفضل. ومن ليس عنده عذر؟ من ليس عنده عذر لا دليل على أنه يشترط، لكن إن أصابه حابس بعد ذلك ينظر في أمره الحكم الشرعي. نعم. فاركم الله. قال: وأفضل الأنساك التمتع. الأنساك التي يحرم بها ثلاثة: تمتع، وهذا أفضلها لأنه النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقد أحرموا معه صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما فرغوا من السعي أمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا ثم يحرموا بالحج يوم التروية، وتأسف صلى الله عليه وسلم، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم، غير أني سقت الهدي. فمنعه صلى الله عليه وسلم من التحلل، تحول إلى تمتع سوق الهدي، فدل على أن التمتع أفضل، أفضل الأنساك. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم إذا فرغ منها يتحلل، ثم إذا جاء يوم التروية أو يوم عرفة يحرم بالحج ويذبح فدية التمتع إن كان من غير حاضر المسجد الحرام. هذا هو التمتع. القران أن يحرم بالحج والعمرة معا بنية واحدة من الميقات، ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد أو ما بعده، ويذبح فدية لأنه نوع من التمتع. قد قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالقارن متمتع لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد فهو متمتع، إلا أن الفرق بينه وبين المتمتع أنه لم يتحلل بين الحج والعمرة. وأما القران فهو أن يحرم بالحج، أن يحرم بالحج في أشهره ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد ولا فدية عليه. نعم. الإفراد، هذا الإفراد. نعم. صلى الله عليه. قال: وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، هذا التمتع، ثم نعم. يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفقي دم. نعم. الأفقي يعني غير حاضر المسجد الحرام. نعم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. المرأة إذا أحرمت متمتعة وأصابها الحيض ولم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج ودخل عليها وقت الحج وهي حائض، فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة، تصير قارنة كحالة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها أحرمت متمتعة لكنها لم تتمكن من أداء العمرة بسبب الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تتحول إلى قارنة. نعم. وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. نعم. إذا فرغ من الإحرام فإنه يشرع في التلبية. التلبية شعار المحرم، وهي أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فيلبي بعد نية الإحرام، ويلبي إذا ركب مركوبه، ويلبي في كل ما بين فترة إلى أخرى، يكرر التلبية ما دام محرما لأنها شعار المحرم. والتلبية معناها الإجابة، يجيب ربه سبحانه حيث دعاه على لسان إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالحاج والمعتمر مجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى، فلهذا يقول لبيك، أي إجابة بعد إجابة. لا شريك لك تذكير بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل في حجه وعمرته، لأن العبادة لا تصح إلا بالإخلاص، فإن كان معها شرك فإنها لا تصح ولا تقبل.
هذا يذكر بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل، فيكرر هذه الكلمات العظيمة، يكررها إلى أن يحل من إحرامه بالليل وبالنهار وبجميع أحواله إلى أن يتحلل من إحرامه. نعم. أحسن الله إليكم. بصوت جماعي أو غير جماعي؟ لا، كل يلبي لنفسه. لا، الصوت الجماعي هذا بدعة. جميع الأذكار لا تؤدى بصوت جماعي، لأن هذه صفة مبتدعة، فكل يلبي لنفسه، الرجل يرفع صوته بذلك، وأما المرأة فإنها تخفي صوتها لأنها فتنة، وفي صوتها فتنة فتخفيه، وتلبي بقدر ما تسمع نفسها ولا ترفع صوتها بالتلبية. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. أحبتنا المستمعين الكرام، كانت هذه نهاية لقائنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.